ازيك يا علاء؟ ازيك شيرين؟ اخبارك ايه؟ تمام؟ علاء، بما اننا موجودين في الجونه دلوقتي عشان مهرجان الجونه السينمائي، انا ملاحظه ان انت بتتفاعل في المهرجان، بتروح ندوات وبتروح تشوف افلام ومستفيد فعلا من المهرجان. عايز اعرف بقى ايه اكتر حاجه عجبتك لحد دلوقتي؟ والله هو المهرجان ككل عجبني. خامس سنه المهرجان كل سنه بيكبر وبيبقى فيه افلام اكتر وندوات اكتر، ماستر كلاسز وورش في جميع يعني الـ 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 الحاجات بتاعت السينما، الصناعة من الإخراج للتمثيل لكل حاجة. امبارح كان في الماستر كلاس بتاع دارين أرنوفسكي، حد من علامات السينما العالمية بالظبط. يعني تحس انت بتاخد درس خصوصي من كأنه قاعد معاك، حد بسيط جدا. الله. يعني عنده عمل أفلام يعني علامات في هوليوود، زي راكن فور دريم، عندك بلاك سوان، عمل يعني حاجات تقيلة. شفناك في كذا دور، من ضمنهم السنة اللي فاتت في مسلسل اختيار واحد كنت عامل دور ضابط، احكي لي بقى عن الدور ده اكتر. الدور ده يعني من اقرب الادوار لقلبي، يعني لان المسلسل كان خطير، خطير الصراحة. والفيوز بتاعته كانت مرعبة وكان كل الناس متعلقة بيه، كأنه عمل وطني يعني. أيوة. مش كأنه، هو عمل وطني. دي حقيقة. فعلا. كلنا كنا مبسوطين وإمبرست وعايزين نشوف أكتر وحاسين بفخر بمصر بالزبط. وكنا سعداء وإحنا نتفرج على المسلسل بالزبط ده بالزبط. إحنا قدرنا نشوف الأبطال اللي عندنا بالظبط. إحنا المخرج بيتر ميمي نقل الصورة اللي إحنا ما بنشوفهاش، يعني إحنا بنسمع عن أبطال الجيش وبنسمع عن العمليات وبنسمع عن الحاجات دي، بس هو نقل لنا هم إزاي بيعيشوا مع بعض، بيخافوا على بعض إزاي، بيأكلوا مع بعض إزاي. نقل لنا البطولات دي شفناها، والحمد لله يعني ربنا وفقني ان انا قدرت انقل ده، ورب يعني حتى لو بصورة بسيطة يعني على قد التضحيات اللي ابطال دي قدموها. فدور الملازم عبد الرازق في الاختيار، انا ده من اكتر الادوار زي ما بقولك القريبة ليا، وانا بحب الحاجات اللي فيها فيزيكال او حركه. فده كان فيه اكشن وتحركات وماشيه بطريقه معينه وازاي تمسك السلاح وازاي، فده برضو دكتور بيتر اشتغل معايا على ودربت بقى عليه. وتدريباته لا يعني احنا كان معانا تيم كامل بيشرف علينا عشان ما ينفعش تطلع بشكل غلطه، ما ينفعش ولا طبعا تماما. فالحمد لله ربنا وفقنا.